واحد المغالطه اللي تصحوا فيها بزاف ديال المبتدئين اللي دخلوا لهذا المجال هذا تيصحابهم اللي كاينين مفارقات في التداول. يعني مثلا بحال دابا انا كنخدم ب لا تيوري دو دو وكنخدم بلي فاك ديليوت اكسيتيرا، وانا مركز على هذه المساله هذه وكنخدم بهذه المساله هذه. وكما شفتوا دابا انت اسماعيل انه كيخدم الفوليوم بروفايل، كيخدم بالفوت برينت اكسيتيرا. كاين الناس اللي كيصحابهم بلي انه الفوت برينت، الناس اللي كيخدموا مثلا الفوت برينت راح احسن من الناس اللي كيخدموا بلانايز تكنيك. هادي غلط. نشوف الراي ديال اسماعيل في هذه المساله هذه. لا لا، حتى واحد ما واعر وحتى واحد ما خير، فهمتي؟ حتى واحد ما واعر في السوق راه دائما انت مثلا ما السوق كاع ما تيحسش بك، واخا ما نعرفش تخدم باش ما خدمتي، فهمتي؟ يعني شنو هو اللي تيخليك، باش نكونوا واضحين، هذا غير تيعطيك واحد الافونتاج، ولكن راه ماشي هذاك اللي تيخدم، راه كاين اللي تيخدم غير بالتريندات وبدعوم والمقاومات وقاضي الغرض وبالستوكاستيك وقاضي الغرض، فهمتي؟ يعني ميتريزي المسائل ديالو، فهمتي؟ يعني ديما تنقول انا يعني استراتيجيه راه بحكم تجربه وحكم سنوات راه 30% اللي تتخليك انك تنجح، راه واخا ما نعرف تجيب التحليل ديال الجنون، راه الا ما كانش عندك البيرسوناليتي ديال ان تريدر ديال انك تجيري لو ريسك وتتعرف كيفاش دير الصفقه ديالك وتعرف فاش تدخل وفوقاش تخرج وفوقاش تدخل وتتنظم الوقت ديالك والمسائل وفوقاش تنخدم، يعني هادشي كامل غير سير لحف، سير لحف البحر، واخا تجيب لي ما نعرف ينسح لي كيما بغى يكون، لان في نهايه المطاف السعر اش تيدير؟ يا تيطلع يا تيهبط، وتغمض عينك كاع وتقدر تجيبها غير هكاك، تفهمنا؟ يعني راه كلشي خدام، اي استراتيجيه الا عرفتي كيفاش دير جيلي الريسك ديالك، عرفتي كيفاش دير انك تلقى واحد الطريقه اللي تتخليك انك الكونت ديالك تيزيد، واخا تيزيد 1% في 3 ايام، المهم تيزيد. الا وصلتي لهاد القناعه هكا، راك طحتي على الكاس المقدسه، راك طحتي على السر، السر هو انك الكونت ديالك تي